ورحمة الله وبركاته. بيان وزارة الصحة اليوم في الكويت: 605 حالة تعافي جديدة، ليصل الإجمال حالات التعافي إلى 99.40 من 1000. 4 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 624. 567 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 127 من 1000. 2050، ليصل المسحات الجديدة إجمالي إلى 757.815 من 1000 مسحة جديدة، وإجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 7361، وإجمالي الحالات في العناية المركزة 142 حالة.